الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. معكم الشيف محمد من هيئه الملكيه بينبع. النهارده ان شاء الله هنعمل شوربه جمبري بدون كريم، اللي هي صوص البسك الحمراء. جبت تقريبا نص كيلو جمبري، قشرته فتحته ونضفته خالص، وخليت القشر عشان هناخده اساس للشوربه. ومعايا ورق لورو وهير وعود قرفه خشب صغير، في كرفس عود، بصل ابيض، جزر، ملح، ثوم، زبده، فلفل احمر حلو مش حامي، وملح وكمون وفلفل اسمر. اول حاجه هاخد القشر في سنه زيت وزبده على النار، مش يتحرق بس ريحه البحر تروح وريحه الزفاره تروح وينشف. هبتدي انزل الخضار والتوابل. هاخد اول حاجه الزبده، شويه زيت ذره، وهاخد القشر. القشر هننضفه خالص، اول ما يبتدي ينشف وميته تروح هحط الخضار والتوابل. هديله بس الفلفل الاسمر دلوقتي، والبهارات اللي هي السليمه اللي هو الهيل والقرفه والورق اللور. مده التحضير بتاعته ما بتاخدش وقت. انا مجهز ميه سخنه عشان مجرد ما يبتدي ينشف واضيف له الخضار ويبتدي يلسوع هضيف له ميه مغليه على طول. ياخد تقريبا من 10 15 دقيقه غلي، وبعد ما بيغلي باخد الجمبري اللحم اللي هو المتقشر ومتنظف في حله ثانيه لوحدها مع معلقه زيت صغيره وقطعه زبده، واحمره وبعدين اضيف لهم معلقه دقيق عشان اربطه. وفي طريقه ثانيه ممكن ان انا اخد قشر الجمبري افرده في صينيه صغيره برضه بنفس التوابل وادخله الفرن ينشف اسرع. ابتدى ينشف، هضيف له الخضار، الكرفس والبصل والجزر. هضيف بقية التوابل، فلفل احمر حلو مش حامي، نص معلقة كزبرة ناعمة، وربع معلقة كمون، كمون مش كتير عشان ما يمررش، ومعلقة صغيرة ثوم. أنا أخرت الثوم عشان ما يلسوعش. أول ما أحس إن المية بتنشف خلاص مفيش مية، مجهز المية السخنة عندي. هسيبها بس لمدة 15 دقيقة وبعدين ارجع لها تاني بالجمبري اللحم. كده بعد ما عدى حوالي 15 دقيقة الشوربة بقت اللون ده. جبت حلة فاضية هاخد فيها قطعة زبدة وعليها شوية زيت ذرة، وهنزل بالجمبري اللحم. هياخد بس دقيقتين تشويح ينشف ميته، وبعدين هضيف له معلقه دقيق ونصفي شوربه الجمبري عليه اللي هي شوربه عظم الجمبري مع الخضار. ابتدى خلاص ميته تنشف اهي، معلقه الدقيق بس عشان يربط، مش حابينها تقيله ممكن نستغنى عن الدقيق خالص، ده بيعمل لها قوام بس.
كده خلاص تمام، هبتدي اصفي. اول ما اصفي اقلب على طول عشان الدقيق ما يكلكعش او يخبرص. انا لسه ما ملحتهاش، هملحها دلوقتي. وهسيبها بس 5 دقايق تغلي والجمبري يكمل سوا فيها. ومجهز رشة كزبرة خضراء للتزيين على الوش. كده خلاص الجمبري استوى وخدت غلوتها معاه. هنطفي ونطف. رشة الكزبرة، طبعا الليمون عند التقديم. وصحة وعافية.